فنان علاء زينهم من الادوار يوميات زوجة مفروسة، من الادوار اللي بتاكد كلامك اللي ان هو يعني ايه بطولة مطلقة. هل البطولة مطلقة بمساحة الدور ولا بان انا قصرت وسبت ايه عند المشاهد؟ بالظبط حضرتك. المشاهد ما دام طلع من المسلسل فاكر علاء زينهم كان عامل شخصيه الاب هنا او الجد او ده او ده، فده انا اعتبر خلاص اخدت علامه معاه، يبقى انا بطل بس ده ما فضولي. يمنعش، خلينا برضو صراحة، ان احيانا ممكن الفنان علاء زينهم يقف مع نفسه يقول لا انا استحق، لسه ما خدتش حقي كله، انا موهبتي اكبر من كده، انا لسه ما طلعتهاش، انا ما خدتش مساحتي. كل فنان عنده حلمه، عنده دوره اللي نفسه يعمله انا اقول في لحضرتك خياله، يعني اكيد في الطموح ده. هو انا طموحي ان انا اقدم تاني، لكن مساحات وكشغل والحاجات دي كلها انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى انا خدت اكتر من حقي، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداني كتير الله يعني على الرضا، الحمد لله من فضل ايه ربنا. كم الرضا ده، لا يعني الحمد ما لله شاء الله، والحمد لله والشكر لله. وجودي مع حضرتك هنا في البرنامج ما هو الله عليك، ده فضل من ربنا سبحانه الله وتعالى. شوف عليك، كام ده النهارده فضل لينا احنا، لا ده الفضل لله، احنا اللي والله الفضل شرفنا لله بجد، سبحانه وتعالى الله يعني يخليك. فهي هي ليكوا حق تحبوه يا جماعه. الحمد لله ربنا طبعا يخلي في حق يتحب في طبعا الوسط الله الفني يكرم بجد والله وبنتعلم منه ربنا بجد يخليك يا والله. رب يا ربنا يبارك لك يا رب. فهي هي دي الحكايه، هي عمليه توازن مع البني ادم مع نفسه. انا بعتبر نفسي لحد النهارده هاوي تمثيل. انا صدقيني لو في فرقه هواه جديده طالعه في اي حته بيكلموني، لو وقت عندي وقت بروح اشتغل معاهم لان بحب. بس ايوه في كاركتر جديد في دور في شمال في يمين هيشبع الهواء اللي عندي بروح لها، فما عنديش مانع في دي خالص. الفنانه بدريه طلبه ولا الاعلاميه ولا ايه؟ انا مش بحسد يعني، بس لا يا روح. ايه رايك في شغلتنا بقى؟ صعبه صعبه جدا، الله يكون في عمكم، يعني اصعب من شغله الممثل معقوله طبعا ولا مختلفه؟ ما تقدريش تقارني يعني. لا هي يعني دي صعبه في حتتها ودي صعبه في حتتها، انما بجد كمذيعه اقعد وابقى متستفه كده وظهري مفرود وعارفه ايوه الجو لا، وتكوني مركزه في الميكانيزم ده. المظهر وفي الكلام في نفس الوقت ولما بكله. انتقي كلامي لدرجه ان في البرنامج قلت لهم سيبوني بقى براحتي وسيبوني بطبيعتي، فخلاص ابتديت اعمل مذيعه من نوع خاص. انت اللي بيميزك ان انت على طبيعتك، ما ينفعش لا في تنتقي الاول خالص. كنت فاهمه الحكايه غلط، في الاول كنت لابسه شكل المذيعه، فلقيت ناس كتير بتقول لي بدريه لا مش انتي. فاتكلمت معاهم في البرنامج المقيمين على البرنامج، يعني قلت لهم انا حاسه ان انا متكتفه، قالوا لي براحتك اللي انت عايز، يعني انت شوفي انت عايزه تعملي ايه. قلت لهم انا عايزه ابقى بدريه يعني، قالوا لي واحنا عايزين كده. فمن ساعه ما ابتديت ابقى بدريه وانا براحتي وسايبه ايدي، يعني حاسه ان انا قاعده في بيتي، مش مذيعه بقى اللي هي متستفه واعملي كده والجو ده، لا بطبيعتي. احنا ملاحظين ان انت ليك فنانين معينين، مش عارفه هم بقى اللي بيصروا عليك اصرار يعني ان احنا نتعامل مع الفنان علاء، ولا انت يعني انا مش عارفه. الفنان عادل امام، يحيى الفخراني في الدراما التلفزيونيه، يعني لو هنصنف هنقول عادل امام في السينما ويحيى الفخراني في التلفزيون، دول اكتر اتنين تعاملت معاهم، ولا انا لا هي مذاكره غلط؟ لا حضرتك يعني جزء كبير جدا صح في الحكايه. يعني طبعا تتلمس على ايد الاستاذ عادل امام، اشتغلت معاه مسرح 16 سنه. في الفتره دي اشتغلت في كل الافلام بتاعته اللي هو كان قدمها، وكانت ادواره صغيره فبتكبر سنه فبتكبر سنه لحد وصلنا في مرحله بيقول لي لا انا مش لاقي لك دور، ما اقدرش اجيبك في حاجه انا مش هبقى راضي عنها. فانا بقى لي فتره كبيره ما اشتغلتش مع الاستاذ عادل، حتى لما دخل في مجال الدراما التلفزيونيه ما ساعدنيش الحظ ان اشتغل معاه خالص. المرحله اللي بتاعت الدكتور يحيى دي طبعا الفضل الله من قبل ومن بعد يعني، لكن الدكتور يحيى كان ليه الفضل في ان هو يحطني فعلا في برواز صح في مسلسل اوبرا عائله، لان اشتغلت معاه في مسلسل زي فيل فيل شخصيه الفيل فيل ده علقت ده مع كان المشاهد، معرفش ليه يعني. آه ايه تبريرك ليه فيل علق كده؟ هقول لك حاجه، هو كان شخصيه انسانيه جدا وكان قريب مني قوي، وفي نفس الوقت الدكتور يحيى قال لي بص ما تمثلش، خليك زي ما مثلت معايا قبل كده. قلت له انا ما بعرفش امثل، انا بعرف اعيش الشخصيه واديها كان علاء زينهم هو اللي في الموضوع. قال لي خليك بعبلك بنفس اللفظ كده، قال لي خليك بعبلك زي ما انت كده، اوعى المخرج يضحك عليك ويقول لك ضحك. قلت له خلاص، قال لي ودي هتفرق معاك وهتنقلك نقله ثانيه. وكان ما كانه كان يقرا الغيب فعلا. مسلسل اوبرا العايده لما تعرض لي فالناس كلها عرفتني وبدات تعرف اسمي بنسبه كبيره، وكل واحد بقى حاسس ان انا عنده قاعد معاه في الشقه بتاعته وماناش في التلفزيون.
ده حقيقي اتقالت لي من ناس كتير جدا، بيقول احنا بنحس ان انت بتطلع من الشاشه تقعد معانا. طب ما دام كده انا لو منك بقى اطلع بعبلك في كل الادوار يعني. وانا فعلا بعبلي في كل الادوار على فكره. اه هاتي لي اي شخصيه حضرتك انا عملتها انا مثلت فيها. انا ما بعرفش امثل، انا اعرف اعيش الحاله. على اذنهم لو ان هو النهارده انا بعمل مع الاستاذ يحيى فنوس كاركتر جديد عليا وشكل جديد خالص، فكان انا لو انا استنى اخر رمضان بقى لا ده من يوم 8 باذن الله الشخصيه تبدا تظهر في الحلقات. ايوه فيعني نحكم بقى على الدور كله على بعض بقى اتفرج عليه. وبرضك نفس الحكايه جديد بتقدم فيها شخصيه جديده، شخصيه جديده اول مره بعملها. ده حقيقي؟ اه يعني آه. مش طالع بقى زي ما قال لك عادل امام بطبيعتك تماما ما انا بطبيعتي بس طبيعتي. لو انا هذا الشخص لو انا اتحكمت الظروف الدنيا وبقيت في المكان ده وبعمل ده هيبقى على اذنهم بيعمل كده. حتى يعني انت أنا انت نقدر نقول هنا انت اكتشفت سر نجاحك وحطيت ايدك عليه. قالوا لي كده، قالوا لي انا ما انا ما اعرفش اكتشف حاجه خالص. انا كل حكايه اتقال لي لما انا بقول ما اعرفش امثل قالوا لي ما هو ده سر نجاحك ان انت عشان ما بتعرفش تمثل بتبقى على طبيعتك فبتخش ما هو الناس التمثيل الا تمثل الا تمثل. على فكره انتوا لفتوا نظري لحاجه، انتوا الاثنين بتجمعكم المدرسه دي بالظبط. اه احنا شبه إن بعض قوي طالعين بعبلنا بعد ثاني اقررها. ده ثالث مصطلح، ده ثالث مصطلح. اه بعبلكم ده ثالث مصطلح على طبيعتنا. يعني احنا عايزين على طبيعتنا اللي هي بتقال كده عادي، لكن بنلبس الشخصيه فبنبقى هي. ايوه فتحسي ان احنا طبيعيين وما بنمثلش. وحتى الحوار بتاعنا المكتوب في الورق لما نيجي نقوله احنا بنقرا مره واثنين بنعمل عليه بروفا، لما نيجي نمثله بنقول ما معناه. يعني هتلاقي بدريه بتقول يعني 60% من الكلام و40 كلام ال 40% بتوع الشخصيه اللي بدريه قارياها وعايشاها اللي هو بدريه. أيوة. بقى لو هنا هتقول ايه فببقى شايفه الخط اللي المؤلف كاتبه. ايوه وابتدي انا من خلال انا شايفه الشخصيه ازاي، انا عايشاها ازاي، وبتتكلم ازاي، وبتقول ايه. يعني في الكابوس ده الكلام كل ده مش مكتوب. ايه ده كل ده مش مكتوب؟ انا افهم انك تعملي كده على المسرح في عمل او نص كوميدي، لكن في حاجه تراجيديا حسيتها وملعبكه كده حسيتها حسيتها لما واحده ابنها اللي بتكبره علشان يبقى سندها يموت هتبقى عامله ازاي. فلما حسيته قوي قلت وخصوصا ان انا شفت ده قبل كده، شفت ست في الحاله دي قبل كده، فعشت ده مع ان انا استرجعت الشخصيه للست دي وقلته هي دي نفس المدرسه بتاعت الاستاذ علي. تمام. طب احنا عايزين بقى يعني الفرقه نروح لها مره تانية ونسمع حاجه مختلفه. انت عند يعني ايه اللي ممكن انت قبل وانت بتتمرن وبتعمل بروفا قبل الهوا سمعتني اغاني حلوه كتير قوي. خلاص أنا طاير يا هوا. هسمعك حاجه من تراث الاستاذ كريم محمود. اتفضل. ايه بقى؟ خليك عالنبي. عالنبي. الله جانين وردو ونسايم عبر بيعدو
لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقل علينا كمنه بتهل الروايح وبيتقل علينا كمنه متأكد وعارف انه أمورة وحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصد الحليوة ايه قصد الحليوة عيونه يا ناس أهيانا بتصحي قلوبنا عسانا عيونه يا ناس أهيانا بتصحي قلوبنا عسانا يا مصبح عليها مانا لا توصل حليوة وعيون يا ناس أهيانا بتصحي قلوبنا عسانا ناس عيانا بتصحي قلوبنا سانا يا مصبح عليها أمانة لا توصل حليوة وتقول إن في أحباب فتحل المحبة الباب بتقول إن في أحباب فتحل المحبة الباب بشوق الهوى للنار اللي بتدوبني ايه قصد الحليوة ايه قصد الحليوة يا عيني يا عيني عليك يا قلبي يا كاتم هواك ومخبي يا عيني عليك يا قلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوة بحبي وانا مالي الحليوة والامتى البعد متقدر انا بسأل عليه وبدور والامتى البعد متقدر انا بسأل عليه وبدور مش ليلة ده شهر واكتر مستني الحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصد الحليوة ما رضيتش اعلق سيب يا لهوي يا لهوي ده المصطلح الرابع يا لهوي بعشق الاغاني القديمه ايوه بتخطف قلبي كده ايه رايك بقى موهبه بقى تستحق التشجيع طبعا ولا ايه اهل اليمن الجمال انا عامله معاهم مسلسل مسلسل ايه بقى عملتي اتفضل ده حقيقي لانها شاركت في من تقريبا مسلسل من اهم المسلسلات اللي بيحكي المنطقه في اللي انا منها طبعا منطقه الحدود اسمها تهامه فيها يعني بدراما رائعه وكانت الاستاذه بدريه منوره فعلا وكانت من ضمن الناس اللي عملوا شعبيه للمسلسل يعني احنا كنا فاكرين انها محبوبه في مصر وبتاع اليمن كمان لا حضرتك لا انا متنطوره انا متنطوره في كل حته متنطوره يعني في الدول العربيه وداخله على الدول الاجنبيه ده كده نفسنا بنت على العالميه بقى احنا داخلين بدريه العالميه دي الشخصيه الجديده هو كورسي انجليزي حلو كده قد اسبوع واطلع على امريكا لا والله مش مضطر او حضرتك زي الفل بعدها انت هتعلميهم العربي انا اعرفك ان انت هتعلميهم انا
اللي هغير أيوة. المنظومه. اللي يشوف الفنانين خصوصا اللي بيقدموا النوع الكوميدي اللي هو انا قلت في البدايه في المقدمه انه من اصعب الانواع، ان انت تخلي اللي قدامك يبتسم يضحك، فما بالك ان هو يكون جمهور عريض بتاثري فيه بتخليه فعلا بتدخلي البهجه على قلبه، ترسمي الابتسامه، فده صعب. الاصعب بقى ان مواقف كتير بتعدي على الفنان، ما هو طبيعي، ما هو انسان زيه زي اي انسان طبعا. ممكن حوادث، بتبقى احيانا حوادث وفاه، ويطلع على خشبة المسرح في نفس اليوم، وسمعنا حكايات كتير كتير. انا بابا توفى ورحت عرضت مسرحية في نفس اليوم، في نفس اليوم، يعني انا قاعدة مع المعزيين بالليل، فماما قالت لي لا روح انت يلا شوفي شغلك، كان عندي مسرح. ماما توفت دفنتها وجيت عملت يعني عملت فيلم كوميدي، وكان اول فيلم بطولة ليا، فعملت كوميديا وعملت صريخ كمان، مش كوميديا بس، هي المعاناة اللي بتخلينا نبدع. بتفصلي ازاي الفصلة دي؟ ده سؤالي ليكي وللفنان علاء زينب. الفصلة دي اللي بتحصل ان الواحد يرمي ورا ظهره، وبعدين ده حادث بيبقى في نفس اليوم، انت بتقولي نفس اليوم طلعت نفس اليوم على خشبة، وبعدين انت مش بتمثلي مثلا دور تراجيدي او كده، لا ده انت بتضحكي كمان اللي قدامك. هو سهل قوي ان انت تعيطي حد، انا سهل احكي لك دلوقتي اقول لك وانا جايه شفت حادثه وحصل هتحزني، انما عشان اضحكك واطلعك من المود اللي الله اعلم انت جايه من البيت عامله ازاي، ده صعب ان انا اطلعك من المود للضحك. ايوه. وبعدين سعادتنا في ان احنا نشوف الناس بتضحك. طيب انا النهارده يعني محضره لكم مفاجآت قد كده، مظبطاكم يعني، انا بقى كمان هستخدم مصطلحات. معانا الفنان محمد ابو داوود، احنا عارفين طبعا هو شارك الفنان علاء زينب في يوميات زوجه مفروسه، هو عايز يعيد عليكم ويعيد علينا ويعيد على جمهوره الحبيب. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه والمشاهدين بخير. مساء الخير يا علاء. مساء الفل يا استاذ. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بخير. انت طيب يا استاذ. حضرتك اشتركت مع الفنان علاء زينهم؟ انا اللي اشتركت معاه يا استاذه، ما توديناش في داهيه. اشتركتوا مع بعض؟ بلاش، اشتركتوا انتوا الاثنين مع بعض في يوميات زوجه مفروسه. الراجل ده يعني فنان قوي وحساس ومحترم، والقيم الانسانيه عنده بتوازي الموهبه، ف يعني هو عامل معاك كده على طول يعني على طول كده؟ لا انا اعرف الحقيقه علاء من زمان، من سنه 90 بالزبط. من اول ما بدا يمثل كان بيمثل معايا من اخراجي. أيوة. في اول شغل له يعني على مستوى الاحتراف مع الاستاذ الكبير الراحل فؤاد المهندس ومدام شوكار ربنا يديها الصحه يا رب، والاستاذ محمد عوض. فعلاء يعني تلميذك يا ريس طول عمري. ربنا يخليك. فعلاء بقى اساسا فنان كويس وبني ادم محترم. الله يخليك يا استاذ محمد. وعلى فكره برضه بدريه من اوائل الحاجات، اول ما جت تمثل مثلت معايا في اسكندريه سنه 93 94 كانت بتمثل معايا برضه في بدايتها يعني. والنهارده هم فنانين كبار وجمال ومحترمين. بس احنا عايزين نشوفهم اكتر من كده يعني. انا مش عارفه بقى بتبقى ترشيح من المخرج ولا الانتاج ولا يعني ايه اللي بيتحكم في قصه يعني احنا دايما عايشين على ذكرياتنا مع مين؟ مع زينات صدقي، مع ماري منيب. طب ما احنا محتاجين ان احنا نلمع شخصيه عندها استعداد للكوميديا كده ومحبوبه وطبيعيه وتلقائيه، ونلاقي بقى ماري منيب جديده وزينات صدقي جديده. لا بص حضرتك، عشان بس ما نعملش المقارنه ما نظلمش الناس دي. مش بقارن على اولا او تشبيهات ماري منيب او زينات صدقي، دول ناس اولا قعدوا فترات طويله من الزمن، والنهارده بقوا محفورين لان ده مر عليهم يعني زمن طويل. دول ناس اولا اللي معاكي فنانين موهوبين، والا ما كانوش بقوا موجودين على الساحه. انما كون بقى في تقصير انهم ما خدوش حقهم كما ينبغي، مش هم بس، في ناس كتير على فكره. ده حقيقي، في ناس كتير، ده اللي انا بقوله يا فندم. انما هو ال- 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 الحكايه بتبقى داخله فيها ظروف كتير واسباب كتيره، في اسباب انتاجيه، في اسباب فنيه،
يعني ما لهاش المنتج، شغلانه ما لهاش مقاييس يعني. المنتج عايز ما يقدمش المخاطره يعني، هو عايز اللي يضيف له، مش هو يضيف لحد يعني او يلمح ما فيش حد. عشان نبقى برضو متفقين، ما فيش حد لا بيدي حد فرصه ولا حد بيقدم حد، انما هي بتبقى مساله تراكميه ومساله بتيجي في البدايه والنهايه. برضه هو في توفيق من الله سبحانه وتعالى لكل واحد في حسب اللحظة اللي تجيله أو المكان. إنما لو جينا نتكلم هنقول إن علاء عمل على مدار السنوات اللي فاتت عمل أدوار كويسة وكانت متميزة. ممكن يجي سنة ما يبقاش واضح فيها، يجي سنة يبقى التواجد أكتر. بدرية نفس الحكاية، خدت فترة كانت بتعمل على فترات متميزة. ممكن يبقى عشان برضو ما نظلمش الآخرين، أوقات بيبقى تقصير مننا نحن نفسنا يعني بنبقى عملنا شغل وبعدين ما بنعرفش نحافظ عليه، أو يحدث إن احنا ما بنأكدوش بشيء، نتاج بقى أخطاء مننا أو ظروف عملية زي ما بنقول حسب المتاح في المواسم. طب بصراحة يعني كده الأستاذة بدرية أو أستاذ علاء زينهم عملوا الغلطة دي يعني، نجحوا قوي في فترة ما عرفوش بقى يحافظوا على النجاح زي ما بتقول، ولا هم مش هم. بص عشان أقول لحضرتك أوضح برضو في جزئية، أنت لو جيتي بصيتي دايما على المواسم، لو جيتي ممكن لو خدت بالك السنة دي أغلب الأعمال اللي موجودة كلها أغلبها داخل في السسبنس التشويق والإثارة. الأعمال الكوميدي مش هتلاقي يمكن على الشاشات دي كلها، لو كان معروض حوالي 35 عمل أو 32 هتلاقيهم كلهم لا يتجاوزوا 3 أعمال. أيوه يعني بدرية مميزة انها كوميديانة كويسة، وان كنت انا بقول لها برضو انا مش عايز انها بس تركز على الكوميديا لان هي ممثلة كويسة، ودايما ده اللي انا بقول بيه على زينهم. اولا النهاردة في مرحلة الجراندات وبقى في نقص في الجراندات، والجراندات اللي دمها خفيف، فبيبقى في المطلوب في الظروف ديت هنا ده مش متاخد دلوقتي، مركزين على حد بعينه بشكل مباشر تمام. او غير مباشر أيوه. مقصود او غير مقصود تمام. بنشكر حضرتك الله الفنان محمد ابو داوود، ونشوفكم في عمل قريب نتمنى ان شاء الله متجمعين كده في عمل. شكرا استاذ محمد، ربنا يخليك، يكون عمل ناجح ان شاء الله. بنخرج مرة تانية لفاصل، بدعوكم لمشاهدته وبدعو المشاهدين لمشاهدته. على فكرة الفاصل مجموعة من الناس العادية جدا اللي عايزين يقولوا للفنانة بدرية طلبة حاجة نسمعها. استاذه بدريه انا بحب ضحكتك بصراحه، ضحكتك جنان وصوتك لوحده جنان، ومش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه. هي ممثله كويسه وانا بحبها كويسه جدا، والكوميديا بتاعتها حلوه. والله ان انا بحبها جدا، هي فنانه جميله يعني وبحترمها وبحب كل ادوارها في الافلام وكده، وحبيتها جدا في البرنامج الاخير بتاع انا، كان برنامج كوميدي يعني، هي والفنانه شيماء اللي كانت معاها والفنانه الثانيه هيدي. لا والله هي فنانه كويسه والله، انا متابعها في البرنامج بتاعتها يعني تزود من البرنامج بتاعتها عشان انا بحبها والله، انا بحبها. يعني هو شغلها كويس قوي جدا، وانا عايزه يعني كتر من المسلسلات ومن البرامج بتاعتها. عايزين نقول لك كل طيبه، وعايزين نقول لك كتري من اعمالك شويه في رمضان واحنا بنحبك، ويعود علينا وعليك الايام بخير، وربنا يزود من اعمالك ويجعلك في نجاح على طول. واضح ان بدريه الاعلاميه اضافت للفنانه، الناس بتتكلم على نفسنا. بصي شويه دول بقى بيشبعوني، بيحسسوني ان انا الحمد لله ربنا راضي عني. الله الحمد لله. يعني الفنان علاء زينهم لما سالته قلت لي اوبرا عايده،
فهمت منك ان هو ده الدور شخصيه فيل واوبرا عايده، هو ده الدور اللي لو بنقسم حياتنا وبحياه الفنان لنقلات فنيه ده عمل لك نقله فنيه بامر الله. فنانه بقى بدريه، في دور معين عمل لك النقله دي ولا لسه انت منتظره تمثلي الدور ده؟ لا، هو الحمد لله في كم نقله من ساعه ما بدات ومن ساعه ما الاستاذ رائد الحمد لله يعني تدخل في حياتي الفنيه. رائد لبيب تدخل رائد لبيب عمل بدايه اداها الفرصه ادى الفنانه بدريه الفرصه. طبعا دي كانت اول نقله، مديحه حاتم دي اول نقله. النقله اللي بعدها المترجمه في لا تراجع ولا استسلام، طبعا ودي بشكر عليها الاستاذ احمد مكي والاستاذه اسعاد يونس والاستاذ احمد الجندي المخرج. بعد كده بقى مش عارفه في نقلات ايه في حياتي، بس هم دول اللي عملوا بوم يعني وعلموا قوي في حياتي. الدور الحلم اللي انت عايزه تقومي بيه اللي نفسك تقدميه؟ انا لسه يعني انا لسه جوايا حاجات كتير قوي ونفسي اقدم حاجات كتير قوي. الفنان علاء زين، في دور حلم، في شخصيه نفسك تقدمها؟ نفسي اقدم صلاح جاهين. صلاح جاهين، الله الله، فعلا انت شبهه خالص. صدق انت شبهه وهتقدمه باعجاز. انا دي فرصه ان احنا واحنا على الهوا ان فعلا لو بيفكروا اي مخرج اي منتج فعلا يديلك الفرصه. انا عندي مشروع كامل متكامل عن صلاح جاهين للطفل، فده انا بجري بيه وان شاء الرحمن ربنا يكرمني بيه ونحقق فيه حاجه يعني. يا رب. لان انا بعشق الاستاذ صلاح جاهين الله يرحمه. يا رب تحقق حلمك. الفنان علاء زينهم، الفنانه بدريه طلبه، يا رب كلنا نحقق احلامنا يا رب ان شاء الله. بقول لكم مره تانية كل سنه وانتم طيبين. بشكر الفرقه الجميله، المطرب حسن الزوبي والفنان شريعي، وبشكر الفنانه بدريه طلبه، بشكر الفنان علاء زينهم. ربنا يخليك. وكل سنه وانتم طيبين، والى لقاء الخميس القادم ان شاء الله وحلقه جديده من رمضان على الاولى.